خليه يطرق يتكلم عاد، خليه يطرق ما عاد خليه يقص عليه، خليه يتكلم. الترجي عنده تاريخ في الرجوع في المكسويك، لكن الدربي تحكم مونتالمون. انا زيد تو نحكيو على 30,000 من الترجي ولا 30,000 من الكلوب ولا كل شيء صحيح، ظاهريا معناتها الافريقي افضل، لكن حقيقه الدربي راه حتى واحد من نجم يتحكم يتكاهن بالنتيجه هذه، مع انه ديما نذكر انه الترجي نجم يرجع في الاتراك. المدرب لهنا عفوان له مطالب باش يحضر ملاعبيته ذهنيا للدربي، له مطالب باش يطلب منهم التركيز، ظل الملاعبي وحده وحده يحضر روحه للدربي. اكيد الملاعبي مطالب باش يحضر روحه للدربي، ما ننساوش مهمه المدرب في اللقاءات هذوما. المدرب سهيل المدرب كما خالد بن يحيى عنده مقابله وسط اسبوع من الحجم الثقيل للنجم الرياضي الساحلي، مطالب بديربي يوم الاحد. لهنا ما عندوش خيار في الترنوف، ما ينجمش يبدل الملاعبيه، باش يشارك الاساسيين ضد النجم الرياضي الساحلي، باش يشارك الاساسيين ضد النادي الافريقي. هذايا الفولي الاولاني، الفولي الثاني، النادي الافريقي في مرحله الذهاب مع كمال القلصي اختار، كان في اضعف حالاته وخارج من ازمه، اختار يلعب بطريقه تكتيكيه البلوك با والهجمات المرتده، ننساوها في المقابله هذيك. اليوم تختلف الرؤيه. فريق النادي الافريقي بعد مقابلات الاخرانيين معناتها منتشي بانتصارات، يجيب في انتصارات من خارج القواعد، فرض اسلوبه على الفرق اللي يلعب معها، باش يغير اسلوب اللعب، باش يحاول يلعب الهجوم قدام جمهوره، قدام دعم كبير من 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 رجال النادي، معناتها من الجماهير باش تكون حاضره في الملعب، باش نشوفوا مقابله اخرى مغايره تماما لمرحله الذهاب، شوفوا مقابله شكون مفتوحه، مقابله الطرق التكتيكيه تختلف من فريق لفريق، متصور الجاهزيه البدنيه هي اللي باش تصنع الفارق في اللقاء هذا. احنا خلينا نحكيو شويه تكتيكين، احنا كل شيء نجم، احنا نحكيو شويه تكتيكين، كيفاش تتصور كل 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 مدرب باش يلعب برترو مارشون، خالد بن يحيى ولا خالد بن يحيى باش يتاثر بمباراه الكلاسيكو، كيفاش باش يلعبوا زوج، شنو الخطط اللي ينتهجوها، شنو نقاط الضعف في كل فريق نجم يستغلها الفريق الاخر، نحكيو شويه تكتيكين على المباراه. افكتيفمون الترجي نتصور تصوري انه خالد بن يحيى يمكن باش يلعب بارتكاز بركه، يمكن اللي هو سونتينيل باش يلعب دو بيفو مع تروا بيفو اون تو نقولوا احنا، وهذه الطريقه التكتيكيه اللي حبذها اكزاكتومون هو عليها في الفتره الاخرانيه، حتى في الملعب الجيبسي في الفتره الاخيره بدل طريقه اللعب وبدا بالطريقه التكتيكيه هذه، كرجع للترجي الرئيسي حافظ على تقاليده واعتمد نفس الطريقه هذه في المقابله الاخرانيه. هو مؤكد عفوان اللي الشوا سولون لي جوار تسطر الطريقه التكتيكيه نتاعك، لكن عندنا فما مدربين اللي في فلسفته الكرويه يلفو معناتها يحاول يقوم بانتدابات ولا على حد الطريقه التكتيكيه اللي يحب يلعب بها اللي راها الانجع، لكن العكس هو اللي صحيح، معناتها كي نرى الكاليتي جوار اللي عندي انا نجم نفصل، نجم نعرف الديسبوزيتيف تكتيك اللي باش نلعب به انا هو، لكن الخصوصيات نتاع الفنيه وانه ليسبيرونس يوغا 3 ميليو تيران 3 بيفو ديفونسيف، دونك كونتريرمون على ليتوال اللي باش تلعب اثنين لاعبين ارتكاز. نحكيو على الدربي، نحكيو على الدربي سهيل، شو انا معناتها جي كونفوندي لي سوز ديزولي، يعني الدربي كيف كيف النجم الساحلي النادي الافريقي، النادي الافريقي يلعب بزوز لاعبين ارتكاز متميزين جدا اللي هما احمد خليل وغازي عيادي، واللي قاعدين يهتفوا، اللي قاعدين معناتها يقوموا بدور كبير برشا، هما اللي عطاو برشا اكيليبر للنادي الافريقي، لذا معناتها كل شيء نجم نتكهنوا به احنا، النتيجه اي حاجه، الديسبوزيتيف تكتيك بعيد شوي، الديسبوزيتيف تكتيك كي تحط الملاعبيه 4-2-3-1 تحط مقابلهم 4-3-3 معناتها بيفو 3 بيفو واتاكون على الكولوار منا واتاكون على الكولوار منا وانا اتاكون، ترى اللي فما يا فما كيما نقولوا اسباس، فما اللي باش يعرف يتكيف خير في التمريرات البينيه، في الحضور على الملعب، في الانتشار، في التحركات، تعرفوا انه الملاعب الجينيرو هو اللي يجيب الاطراح هذوما، اللي يعمل الخطوه الزايده، الفوتبول سي لي ديتاي، نجموا نتكانوا بكل شيء، لكن الفيزيونومي نتاع الماتش من بعد حاجه اخرى، تنجم تصير لك ورقه حمراء في اول مباراه، تنجم تصير لك اصابه نتاع لاعب، تنجم تصير لك هذايا، تنجم تبدل لك برشا اوراق، يعني احنا نتمناو كونه الامور الخارجيه هذه ما تدخلش المباراه، باش تبدل فيزيونومي نتاع الماتش، باش نشوفوا مباراه تكتيكيه، نشوفوا تعامل المدربين، تعامل الفنيين، نشوفوا اللي نحكيو فيه هو اللعب السريع، معناتها لانه في الاخر اللي باش يعمل ريتم اكثر، الترجي انا نقول مشكلتها في الجولات الاخيره اللي ما فماش ان غران شونجمون ريتم في 30 متر الاخر، ترجي في الاخر 30 متر الاخر يلعب فرد ريتم
كي يطلع بتغيير الهجمه، عنده لاعب اللي معناتها يمكن مع خالد بن يحيى نشوفوه يتبدل، ياسر يلعب على الرونفيرسمونات معناتها ياخذ الكره على اليمين يبدل على اليسار، يحب برشا يلعب للدياغونال الطويل، هذا يجم يمكن يحتمل الطريقه هذه باش يغير فيها خالد بن يحيى، لانه حتى من ديسبوزيتيف تكتيك تبدل، كونتريرمون امارشون اللي لقى ليكيليبر تواجد زوز لاعبين ارتكاز هذوما، صابر خليفه اللي راجع في فورمه كبيره، ذوادي الملاعبيه اللي ريتروف لو غو نتاع اللعب، دونك باش نراو ماتش ان شاء الله نشوفوه كونسيستون، خاطر الكاليتي دو جوار اللي فما في التيران حتى بالملاعبيه اللي خرجت ينبأ باش يكون ماتش كبير كرويا، كان التركيز الكل يكون على الكره. كابتن قبلنا على حكي على سامح وعمار الجمل وقيمتهم، النادي الافريقي يظهر لي فهم ايضا النقطه هذه وقت اللي مشى رجع زهير الذوادي وتجاني بالعيد. صحيح معناها هما الافريقي في بون ورجعهم فما لاسباب سببين، سبب اي سبب المالي يخليه والمالي يخليه هاي. سبب فني وسبب مالي يعني نقولوها الزوز مع بعضهم اون بو با ديسوسي معناها هذا بهذا، هذا من ناحيه، حاجه اخرى لاثراء زاد البون البنك الاحتياط لاثراء معناها وكثروا المؤطرين وقت كان فما وليدات صغار كيما الزمزمي كيما كذا، وان شاء الله نتمناو له حظ سعيد الزمزمي ان شاء الله يرجع لنا بعد المنتخب معناها كامل وهذا هو معناها الافريقي خلينا نقولوا استغل فتره الراحه وليس كما الترجي عنده 8 دم مليح مع الدوادي مع بالعيد عندوش برشا ملاعبين مع الفورما نتاع غازي العيادي خليل رجع الفورما نتاعو نتاع عامين التالي كونتينيتي مع خليفه مع صابر مع كذا، كل هذه العوامل تجعل على الورق النادي الافريقي نتكلموا على الورق، انا النادي الافريقي في انتعاشه قصوى وقت نقارنوا بالترجي التونسي، ولو ما نحبش ندخل انا في الديتاي دخلت فيه منتي، نقارنوا بالترجي التونسي نشوفوا احنا لامي فورم تراجع في المردود وتراجع في كذا بقير بدري كذا امور غياب الخنيسي كذا، كل هذه العوامل ستجعل من مباراه وانا ارجع باقي نرجع لتوال دو سايل نرجع باقي مباراه لتوال دو سايل تبقى كيفاش معناها بعد لتوال الترجي من ناحية الجاهزية من ناحية الديويل من ناحية الريغور من ناحية فما 90 دقيقة والنتيجة والنتيجة لأنه كان ينتصر مستحيل يبدل يعني الكومبوزيسيون النتيجة عندها أهمية قصوى وقت قبيلة قلت الجوار يزون المونوبول احتكار المنتوج الأخراني المنتوج الأخراني كما قلت هو اللعب والنتيجة والماتش دونك تو كل شيء مش يعول على الملاعبية الأكثر والأقل فهمتي في الأخر بقى كيفاش الترجي مش تكون يوم الافريقي بعد هذا هو السؤال نتاعي راه بعد نجمو نتكلموا بعد ماتش ليتوال نجمو نتكلموا خاطر انا نعرفوا الترجي التونسي قبيله قلت لكم قداش من ديو اكسيال او مره دوادي وطربي مره طالبي ومشاني وكذا عندها مشكل زاد مع مشاني تو غير مشاني غير كذا معني فما الدفاع باسكو فما مقوله تقول راك تربح لتيتر بالدفاع كنت شوف انت اللي هزوا تيتر كنت قاعد احسن دفاع بسرعه سهيل بوناسيس ديفونسيف تكلم فيه صفيصه حكي النادي الافريقي على الورق كما نقولوا تاكيدا الكلام فافوري شوي كما زاد خالد بن يحيى بارابول مارشون في اون بار على الورق نشوفوه اللي فافوري شوي خالد بن يحيى جاء قبل في ظرف زاد كيما هك ديما نستندو من الريبرتوار اللي عندنا هيستوريك كيف جاء في اول مباراه ديربي وقت اقحم العربي جابر اللي عطاه فرصه صحيح اللي مش كيما هك اللي سجل هدف وانتصر فيه فما تعرفش شنو سي خالد انا نقول الفيستير فما حاجه مهمه برشا الملاعب قبل ما يهبط التيران في الديربي هو بطبيعته يبدا كيما نقولوا احنا لحم وشوك الكل معناتها ما فماش راهو ادرينالين ما عندك حتى فكره اللي يعرف يركحها والونترينور اكل كلمه الاخرى اللي يقولها في الاخر فما اونترينور يعطيك كلمه ويعرف عفوان اللي يهبطك زين في الماتش تهبط حاضر ساعات الكلمه هذيك تتعدى انا نقول معناتها بلهجتنا ومدرب يعرف اكثر في فيستياريتنا نتنبأ نقول خالد بن يحيى يمكن عنده حاجه زايده شويه على مارشون عنده ورقه زايده اللي يجم يلعب بها او موا عامل اللغه للتحضير النفساني قبل الديربي انا نحطهم كيف ايزون لي ميم شانس وباش نتصور نشوفوا ترجي كبير في المباراه هذه كيما النادي الافريقي المطلوب لانجاح الديربي هذا المطلوب ساعه يكون اولا تحكيميا ونرجع لنفس النقطة مازال هو مازال مش معروف ولو فما وعنده الحق وعنده الحق انا نأيد فما دربيات حكموا فيهم التواشى معناها بلغتنا نحن
تو معاش البريسيون على الربيت. اي مراقبي الخط واللي هو عنده صلاحيات حكم اول تو حسب تعديلات الفيفا. ان شاء الله الحكم ومراقبي الخط يكونوا في المستوى، وان شاء الله الملاعبين يكونوا في المستوى، زاد يعطيونا ايماج باهيه للبلاد. يبقى زوز كيبات معناتها فيهم ترجل فريق الزخوات، زوز اصحاب معناتها 90 دقيقة وتوفى، هذايا نشوفوه نحن في الحوم في تونس في كامل الجمهورية، زوز أكثر فرق شعبية، إن شاء الله ماتش ما يخرجش على نطاق واللي كور خير يربح وذاك. شكون الحكم المرشح ولا الأقرب للإدارة؟ نتصور يرجع لهيثم قيرات معناتها. هيثم فما ثلاثة أسماء توا، أسامة رزقلة، هيثم قيرات. هيثم قيرات يحكم في مقابلة في البر. أسامة رزقلة يعدي في عام كبير برشا من رابطة قابس. ان شاء الله ياخذ فرصه على شلاء، جربوا برشا اوراق وللاسف تحرقت معناتها. اوكي هكا كملنا. طلب جماهيري قداش مره قالوا لي يعطيونا النتائج، ديما برشا جمهور من الفريقين يعني حتى على موقع التواصل الاجتماعي، يعطيونا النتائج ما عطوناش كيما نقولوا القاعده الجماهير الامتداد الجماهيري، النادي الافريقي حسب معناتها كيما نقولوا كان فما سونداج ولا عندكم شي ارقام في الريبرتوار تاع الاذاعه ولا على القاعده الجماهيريه الترجيه والافريقيه. يعني فما حد عنده تقريبا قاعده جماهيريه، وحتى كان هذا طلب جاكيت كان تقول هذا اكثر يتغشى عليك الاخر والعكس. بالعكس اليوفي ماهيش شعبيه في تورينو، ولكن عندها اكثر في ايطاليا بكل. ايطاليا كل عندها مع حبات في تورينو ولا هذاك. علاش يخلي تونس كامله تعيش الاسبوع نتاع الدربي هذا؟ ان شاء الله نشاهدوا كلاسيكو، ان شاء الله نشاهدوا ديربي قابس وديربي العاصمه ممتازين، نشوفوا فيهم كره ونشوفوا مستوى يليق باسامي الفرق هذه كلها. كنكملوا مع الديربي باش نمشيو نحكيو على النادي الصفاقسي ونزيف النقاط. النادي الصفاقسي اللي قاعد يضيع في برشا نقاط، مش نفس مردود النادي الصفاقسي في مرحله الذهاب. تقرير امير الزيتوني لطفي المهاجر. على عكس المردود الكبير والنتائج الايجابيه اللي انهى بها مرحله الذهاب، النادي الرياضي الصفاقسي يعيش ازمه نتائج في انطلاقه المرحله الثانيه من البطوله. 5 نقاط فقط من جملة 15 ممكنة في 5 لقاءات، نسبة ضعيفة بالنسبة لفريق متراهن على اللقب، خاصة كي قارنوه بمنافسيه المباشرين. النادي الصفاقسي هو الفريق الأقل حصد للنقاط في رباعي الصدارة بنسبة 33% من جملة النقاط الممكنة، مقابل 67% للتراجي، 80% للإفريقي و83% للنجم، الشيء اللي خلاه يفقد أسبقيته على ثنائي النجم والإفريقي العائدين من بعيد. ايضا خلى الفريق يتعمق مع المتصدر الترجي الى 8 نقاط بعد ما كان 5 في نهايه مرحله الذهاب. نزيف النقاط بالنسبه لابناء الاسعد الدريدي ممكن نفسروه في المقام الاول بتراجع المردود الهجومي للفريق، او بصفه ادق بغياب النجاعه الهجوميه، رغم امتلاكه لهداف البطوله على المرزوقي والانتدابات المهمه اللي قام بها السي اس اس في الميركاتو الشتوي. النادي الصفاقسي سجل 5 اهداف فقط في 5 جولات، منهم 4 في لقاء واحد ضد البقلاوه في الطيب المهيري. في المقابل يعجز على التهديف في 3 مقابلات كاملة، منهم 2 لقاءات متتالية ضد السيدة والمتلوي كأسوأ سلسلة للفريق في هالموسم. من جهة أخرى الأمور على المستوى الدفاعي ما كانتش أفضل حال، السي اس اس يقبل 4 أهداف في 5 جولات بمعدل 0.8 هدف كل مقابلة، يبقى معدل مقبول لكنه أسوأ من معدل الفريق في مرحلة الذهاب. وبعيد على الأرقام فإنه دفاع الفريق ظهر بوجه مهزوز في عديد اللقاءات بسبب بعض التغييرات في التركيبة الدفاعية من مقابلة الأخرى. كل مؤشرات نهاية مرحلة الذهاب كانت تتنبأ بأنه السي اس اس باش يكون المنافس الأول للترجي على اللقب، لكن العكس هو اللي حصل، والفريق عرف تدهور مفاجئ في الأداء والنتائج دون أسباب واضحة. فهل أنه مشاكل النادي الصفاقسي هي فنية بالأساس أم أنها تتجاوز المستطيل الأخضر؟ قبل ما نحكيو على السي اس اس نرحبوا بضيفنا نيس الباجي الكاتب العام والناطق الرسمي للملعب التونسي. مرحبا نيس. مرحبا بك خويا محمد علي، ومرحبا بالساده الحضور والساده المشاهدين. بعد نحكيو على الملعب التونسي كما قاعدين تشاهدوا في برنامج الحس. كابتن، حسب رايك شنو هو اللي يفسر تراجع النتائج ونزيف النقاط في السي اس اس؟ راهي قالها في الفتي. تي صح بارك الله فيك. تي صح نشكروه فيتي حلو ياسر وعمل معناها هو قال من الاول تراجع الهجوم، بعد هو معناها تراجع هو بيده في الفيتيير قال لا هي غياب النجاعه الهجوميه والتهديف
يشوفوا كما هو عمل في الفيتيير نتاعو بارك الله فيه 0.8 هدف في الذهاب مش حاجه كبيره 0.6 يعني مشكل تاع كريس ساكسيا هو التهديف هو النجاعه هو لا كونكريتيزاسيون الاكثر الاقل كي تشوف الاسماء وتشوف الدنيا وفما معناها جعلنا من كريس ساكسيا المنافس الوحيد للترجي وقت يوصل لخمسة معناها اخر زوز مباريات سيسيس ما سجلش كابتن وفي خمسة مباريات سجل خمسة اهداف منهم خمسة اربعة أهداف في مباراة واحدة منهم اربعة ضد ستينيزي اربعة ضد ستينيزي وهدف ضد القروين وثلاثة ما سجلش فيهم في خمسة مباريات فما ديتاي حبيت تقول لك عليه يدخلوا لك ثمانية من لاعبية ولا تسعة لا مازال ما دخلوش اللاعبيه مازالوا ما دخلوش يلعبوا لكن يدخلوا على المجموعه انت عندك مجموعه هو ما تو وقت خذات كل ساكسيان على ما نعلم انا راهو ما خذاوش راهو خذاو معناها اصناف فما صغار فما كبار فما كذا فما اللي مش يلعب في الكيب سينيور فما اللي مش يستنى فما في النخبه هذا هو اللي نعرفه الانتدابات الانتدابات لكن مش الكل مش الكل ولكن انت تعرفوا الناس كل الانتداب الجديد مش الان صحيح بالضبط هذا شنو حبيت تقول ولو البرا سي امنتنا وقت يجيبوا يلعب ويعطي الاضافه خاطر يعرف ايش يعمل بون سي نوتر بروبليم كلوس ساكسيا كما قلت انت وقال في الفيتير والناس الكل تعرف معناه مشكل كبير فقر كبير هجوم خلينا نقولوا سامحوني يلعب مليح ويخلق برشا فرص يضيع باستثناء الاربعه اللي سجلهم ضد الملعب التونسي كان نحيوا الاربعه هذوما ما نجوش نحيوهم ولكن في الواحد تخيل واحد سجل هدف واحد كي تشوف انت وعندك معناه تناقض كبير ياسك مش ساكسيا يا دالي انت عندك احسن هدف في البطوله علي مرزوق المفروض وعندك احسن حارس خلينا نقول بصراحه برشا بونتويت من مسجلهم علي المرزوق مجهود فني وبدني شو اللي لا فور ماركي مجهود فني كذا لكن مجعول باش يسجل هذاك والحارس مجعول باش يمنع معناها فماش انت عندك حارس به وعندك دفاع ثاني افضل دفاع فهمتي عندك ديفونس وعندك ميليو تبارك الله وعندك اتاك فهمتي سكري وترى يعني لغز فما لغز تو في البطوله الا وهي اسمه النادي الرياضي الصفاقسي بالنسبه لي انا لغز اذا نحط كل هذه العوامل نحطها في البالانس الصفاقس حقه احسن معناها النتائج ماهيش في 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 مستوى المتاح الموجود ولا هذه ضريبه اللي ما يجسمش الاهداف اللي تجي لانه فما اي ولكن عاش خويا سهيل ماتش اثنين ثلاثه رتاج برشا رتاج برشا رتاج معناها 0-0 انا 0 دوز برشا كاتران ستيلي زيكا الاخرين شو الاخرين ما نسجل كابتن تذكر انت ما تفرجوش في السي اس اس اربع خمسه ماتشات الاخرين ما فيهمش فيهم يمكن 20 فرص 18 فرص برشا رتاج لهنيك التجسيم اللي مش قاعد يتجسم ضريبة اللي وصلت له سي اس اس اليوم خاطر بالحق كان تنجم تكون في كلاسمون خير كما تحكي انت كان وهذا يرجع للتركيز بعض اللاعبين ما نحطوش كل شيء ساعات راهو الملاعب يخدم له لونترينور قدام الكاش لا مش بحطوا المدرب شو يا سهيل كي تشوف توا واختم كي تشوف عندك احسن حارس ودفاع وعندك ميليو شيء كبير هكا ولا وعندك اتاك وعندك جمهور وتلعب كذا والرئيس موفر والجمهور والسوسيوس فهمت لي ريزلتا نو سويف با تاخذ يعني الفالور انترنسيك لكل ملاعبي نو سويف با علي فما تو المدرب نتائج وانت قلتها وقال عفوان وقلنا الناس كل دونك فما لغز بوان انتروغاسيون يمكن هما يعرفوا داخليا اكثر منا ماذا يجري اكثر من ناحيه خارجيه ولكن تحكمتوا مع الهجوم كي تجي تشوف كابتن تلقى السي اس اس ماهوش مسجل 25 هدف ثالث هجوم لكن المشكله اللي طرحت في السي اس اس سؤال نتاعك نزيف النقاط في الاياب بنتكلم على خمسه مباريات في المدرب ما تبدلش كابتن بالك المدرب ما نفس النجاعه في المدرب انا نعطيك فكره انا هذه نراها ما نعرفش يشطرني فيها المدرب هو بيتو ملاعبيه هما بيتو كي زدنا طعامنا الفريق بعض الانتدابات ولينا لقينا مشاكل في التهديف مش هذا صحيح لكن صحيح انه فما فرص برشا ضايعه وزادك يولي عندك ثلاثه واربعه ملاعبيه اخرين حتى ثلاثه اربعه انتدابات يدخلوا لك في الجروب راه حتى طريقه التدريب حتى كان ماهمش سيريو يجموا يفسدوا لك ثلاثه اربعه في كومبارتيمون اللي يخدموا فيه لا يعني لا اعتقد فما البعض من الامور هذه عفوا هل انه سي اس اس وقت اللي بدا الموسم الناس كل عام نحكيوا على سي اس اس ممنوع من الانتدابات فريق شاب ملاعبيه شبان سي اس اس
وضعيه صعيبه، ما انتدبش برشا من اللاعبيه، ما عندوش رصيد بشري كافي، حتى المدربين يقول لك ما عنديش الاختيار في الفيلم اللاعبيه. في الذهاب صارت نتائج ايجابيه، اليوم في الاياب الفرق الكل ولا تحضر للسي اس اس تحضير خاص، ملاعبيه السي اس اس شبان ما تحملوش الضغط هذاك نتاع النتيجه ونتاع اللعب من اجل البطوله ومرتبه ثانيه، هل هذا نجم ياثر؟ يقول لك يمكن الذاكره قصيره، تعرف كي تقلد المقاليد الفنيه لسعد الدريدي في نادي الصفاقسي كانت النتائج ما تتبعش، شفنا خروج في كاس الكاف، النتائج كانت سلبيه نوعا ما، وحتى دخول لسعد الدريدي للفريق اعطى اضافه، اعطى طابع لاعب جديد، شفنا الفريق تميز في عديد المقابلات، انتصر على نجم النادي الساحلي في سوسه بالذات، رجع في النتيجه معناتها ضد الترجي التونسي، قدم مقابلات كبيره، رجع ضد النادي البنزرتي وانتصر في صفاقس، قدم مقابلات كبيره، كان يسجل، كان معناتها يفرض اسلوب لعبه على الفرق اللي يلعب ضده. صحيح. عادي أنا نقول معناتها دخول لاعبين جدد للفريق، الاختيارات جديدة، معناتها كان الشواء ليميتي، معناتها تو ولا عنده برشا شواء، عنده لاعبين ممتازين، ما ننساوش صحيح ما مشاتش جوزتها، وتعرف عفوان فما لاعبين تغلط في الأوتريمور، الحمدوني ملاعب النادي البنزرتي لاعب ممتاز وممتاز جدا، عنده إمكانيات فنية وشوفوه في المستقبل القريب باش يكون نتصور ركيزة أساسية في نادي صفاقس في المنتخب الوطني التونسي، الراقوبي لاعب شبيبة القيروان، صحيح اللي ما مشاش هو هجوميا بقى الاقتصار على اللاعب وحيد، على المرزوق يسجل نادي صفاقس انتصر، لهنا وينهم الملاعبيه اللي يلعبوا في الشق الامامي؟ وينو لاعب رواقي صار؟ وينو لاعب رواقي الوين؟ وينو راس الحرب الاجنبي اللي انتدبوا نادي صفاقسي؟ ما سجلش، معناتها لهنا لازم يفكوا بلاصتهم اكثر، المنظومه الهجوميه ولا التنشيط الهجومي لازم اعاده النظر فيه باش النادي الصفاقسي يسجل، باش النادي الصفاقسي يبعد عن الرتاج الكبير اللي قاعد يشوف فيه في المقابلات الاخرانيين، ان شاء الله يلقاو الحلول هو الكفيله هجوميا باش النادي الصفاقسي يسجل وينتصر. طارق، حاجه اخرى مهمه، السي اس اس ما لازموش يدخل في دوامه الشك توا، خاصه كما قلنا ملاعبيه شبان، الشك باش ياثر حتى على المدرب وعمل المدرب وثقه الناس في المدرب. اي هو تاكيد لكلامك، باش نبداو بجديد، هي حال ثلاثه ملاعبيه على الكونسي ديسبلين، شوات ودقدوق وحسام بن علي، يعني انا نرى خلاف الاخوه حكاو في جوانب فنيه هما ادرى كمدربين، ثم نسبه من الاغترار حصلت انت هذه في النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي ما كان حتى حد حاطه في ممكن في الشام باش يلعب على التيتر وكل شيء، سيرتو منع انتدابات وخطايا، وكل نهار نسمعوا مشكله في الفيفا في نادي صفاقسي ومازال هابط الشيء. راى انه البلافون طلع برشا في نادي صفاقسي، غلطوا برشا ملاعبيه صغار في رواحهم، ولينا نتكلموا على نادي صفاقسي. لا غلطت شكون طارق؟ هل غلطت الملاعبيه ولا التأثير نتاع الملاعبيه؟ نادي صفاقسي بصفه خاصه سهيل، هذه غلطه ميديا وجمهور. سؤال، انت طيحت على الكابتن ياسر، تقص خلي تكلود برشا، خليه يتكلم، مش اليوم كابتن، اليوم عقل الكابتن وطارق، اليوم عقل كابتن، يعني انت اكثر واحد تكلم فرحان مالنا كابتن. انا راه جانب ذهني معنوي، معناتها صار بريسيون حتى من الميديا وحتى من الجمهور، ما كان حتى حد يحط نادي صفاقسي في المراهنه على لقب، وصرت مومون وصل يتبع في الترجي وشد وراه في السيكل معناتها فيكتوار وكل شيء، ممكن ملاعبيه خرج شويه من التركيز نتاعها، وبرشا كلام على عروض اجنبيه وحاله ياسين مرياح وبرشا ملاعبيه اخرين، وبعد رامي جريدي غاب ورجع، انا ما راش مشكله في لسعد الدريدي ولا في الملاعبيه، المشكله نصورها ذهنيه، وفما مشاكل ماديه في نادي صفاقسي، علاش نغطيه في عين الشمس بالغربال، معناتها لازم تعرف الناس اللي كاغلب الفرق، لكن زاد النادي الصفاقسي مقارنه بالبقيه الفرق الكبيره عنده مشاكل اكبر، فما نقص المدعمين وفما مشاكل فيفا هابطه ديما، راه انه إيه، لكن رغم المشاكل هذيا تارك، وقت اللي تسمع رئيس النادي الصفاقسي وصل خمسه يتكلم يقول لك انا الهدف نتاعي البطوله، ولو اليوم البطوله ماهيش، يقول لك ماهيش في ايدي انا، مربوطه بالترجي التونسي ونتيجه الترجي، ما ترضيني كان مرتبه ثانيه، مرتبه ثانيه اللي كان فيها سي اس اس وحده، اليوم مع النادي الافريقي والنجم الساحلي. هو سي منصف خماخ بحكم رئيس للنادي الصفاقسي لازم يقول الكلام هذايا، لكن الواقع انه بعيد، معناتها نادي صفاقسي حاليا مع احترامنا ليه ما عندوش لي زاتو باش يكون معناتها يهز التيتر في اخر السيزون. اي والثانيه مركز الثاني، مركز الثاني فما كلوب افريكان رجع من بعيد، فما ليتوال عنده تراديسيون، بون هي ما زالت حسبش تيتر، معناتها باش يكونوا واضحين، لكن راه انا المشكله ذهنيه، خاطر
طلع فيسع ثقافه الطموحات في النادي الصفاقسي مقارنه حتى حد في اول امور شرعيه. إيه هو مكانه الطبيعي في لا كلوسك شاب باش كابتن يقول لك من الاول ما كانتش فما طموحات الطموحات الكبيره يمكن ما تحملوش الضغط الملاعبين يعني بكل احترامي الفرق الكبرى الفرق الاربعه القدر نتاعها القدر نتاعها البوديوم يكذب عليك تلعب على البطولات تلعب. سامحني سي خالد نادي الصفاقسي تاريخيا بعد ما يهز البطوله قداش نعم باش يرجع يهز اي داكورد ولكن اي هذا هو الواقع زاد اي ولكن حتى حد كيشوف هو سؤاله نزيف النقاط نزيف النقاط وانا والله عندي سؤال انهم اللاعبين الشبان يتاثروا هما النادي كل هما اللاعبين الشبان ناحيه رامي جريدي وعلي مرزوقي كلهم صغار اي صغار كريم العوالي مره يلعبوا لا ما انت كل ساوش ما ساوش فراس شوات كان يسجل في الفتره الاخيره فراس شوات مثلا يمكن استدعاء المنتخب رجوعه من المنتخب كيفاش اثر على مردوده بارك الله فيك معناتها تصور هذا قبل قطر ما بعد قطر اثر على الجمعيات اختارنا من قطر ومن ما قبل قطر ان شاء الله النادي الصفاقسي يرجع الى تحقيق كانوا في التوب بالضبط يا كابتن ان شاء الله كما قلنا النادي الصفاقسي يرجع لسكه الانتصارات وسكه التهديف وبالتوفيق للنادي الصفاقسي مش نحكيوا على ما قبل قطر ولا ما بعد قطر مش نحكيوا ما قبل الاسبوع الفارط والاسبوع الفارط بالنسبه العفوين الغربي وتبدلت الامور من مدرب اليوم مش مدرب خلينا نحط الامور في اطارها ساعه نسمع اقاله نسمع استقاله تليق بالتراضي شنو بالضبط الحقيقه اقاله قال رئيس النادي اتصل بيا معناتها علاش نسمعوا مالا استقاله ولا تعرف بتكتير. كل واحد يحب يخرج الفيرسيون اللي يحب عليه معناتها اقاله حنينه اقاله حنينه اقاله لا والله انت صح خاطرك انت بيه هذه امانه هذه الناس بارك الله فيك جمهور اولمبيك مدريد معناتها مطالب باش يعرف الحقيقه بقات اقاله استقاله معناتها طلاق بالتراضي كذا كل واحد كيفاش معناتها يشوف الفيرسيون الفيرسيون صحيحه اتصل بي رئيس النادي اعلمني بالاقاله قال لي معناتها عفوا لازم ضخ دماء جديده في الفريق باش معناتها الفريق يرجع لسكه الانتصارات وهذا من حق ضخ شنو حق مشروع انا متقبل القرار هذا ما عندي حتى مشكله ان شاء الله معناتها القرار يكون عنده فائده كبيره للاولمبيك مدريد قبل ضخ الدماء الجديده كان فما ضخ اموال لحل ازمه اولمبيك مدنين والاضرابات ومشاكل الماديه في اولمبيك مدنين باش انت توفر لك الظروف تخدم مرتاح عفوا بون شنو نقول لك قبل كل شيء معناتها باش نحط شيء في اطاره اول حاجه شكرا لاهالي مدنين هذايا على حسن معناتها التعامل وحسن الضيافه في مدنين برشا مشهور شكر عام لاهالي مدنين هذا مش غريب على اهلنا في الجنوب معناتها اهل كرم وعطاء شكرا للجماهير شكر خاص لجماهير اولمبيك مدنين على الدعم والمسانده للفريق والمسانده العفوان الغربي يعطيهم الصحه في اصعب الحالات في الخسائر كان دعم كبير من الجماهير هذه وكانت ديما تساند الفريق يعرف الفريق انت تلعب لوبجيكتيف نتاعك هو ضمان البقاء تخسر برشا مقابلات كان ديما حاضر كان ديما يساند الفريق وكان ديما يدعم نرجع لك لسؤالك نقول تفسروا لك شي اسباب الاقاله عفوا يمكن فرط الفتره بعد معناتها فتره الاياب تعرف في المقابلات الاخرى خمسه مقابلات الفريق تحصل على نقطتين ولا ثلاثه نقاط لهنا الذاكره قصيره نعرفوا في مرحله الذهاب الفريق قبل الاتحاد الرياضي المنصيري عنده ثلاثه نقاط وصبرنا وتعدينا بسيكل بوزيتيف وجبنا نقاط وكملنا ب 13 نقطة كان أكثر متفائل في أولمبيك مدين يقول ينهي الموسم ب10 نقاط والحمد لله كانت النتيجة إيجابية وجبنا 13 نقطة كنا بعاد نوعا ما عن الملاحقين فترة الإياب نقول معناتها صحيح ما قمناش بانتدابات كبيرة في ظل الموارد المادية الشحيحة جدا انتدبنا لاعبين يحبوا يرجعوا للساحة الكروية يحبوا يبرزوا النتائج ما تبعتش كوم الفول لكن ماهيش كارثيه كي تشوف الفريق اليوم صحيح في المراتب الاخيره لكن ما ننساوش الفريق 450 الف دينار بيجي. قادر باش تلعب على المرتبه السادسه والمرتبه السابعه والمرتبه الثامنه القدر نتاعك تلعب على مرتبه يجيو الشريط سامحني تلعب على مرتبه تبقيك في الرابطه المحترفه الاولى ولا تكون براجيس في نهايه الموسم طيب. نعرفوا الظروف الكل اللي في اولمبيك مدنين هي وصعوبات الكل هي ماديه بالاساس الفريق تحضيراته كانت متقطعه تعرف اسبوعين فقط
تبدا تحضيرات تلعب في رابطه محترفه اولى في نسق عالي وفي نيفو عالي بعد ما كنت موسمين قبل في الرابطه الثالث. اسبوعين فقط مطالب بنتائج ايجابيه لهنا ما تنجمش حتى غير قادر. عفوا حتى انت في بعض التصريحات نتاعك ورغم المشاكل الماديه هذيك والصعوبات حتى انت في التصريحات نتاعك زاد حلمت ايضا وعطيت تصريحات في بعض ديفي محمد هنيش ديفي يعرف كابتن هذا حلم مشروع لاي مدرب شاب يحب ينجح. صحيح. انا صعوبات كبيره ظروف قاسيه وتحملت وقلت نواصل مع الفريق احتراما كما قلت لك الجمهور الاولمبيك مدنين للناس اللي في مدنين ورجال النادي في مدنين. رغم الترتيب هذا عمري ما صرحت اللي قلت باش نخرج من الفريق وتحملت مسؤوليتي. جاتني عروض ما بين الذهاب والاياب وكيف ما قلت أصالة في عفوان الغربي احترم العقد نتاعه واحترم الناس وشكرناك واحترم الناس وواصل مع الفريق شكرناه وشكرنا ايضا في وقت من الاوقات حتى الهيئه المديره الاولمبيك مدنين وقت اللي قبل الوقت اللي يحكي قبل مباراه المستير رغم الظروف الصعيبه ثبتوا بالمدرب وقت قلنا ومشيت النتائج محمد علي نقول اللي وبين قوسين حاولنا الاتصال برئيس اولمبيك مدنين مسكر الهاتف نتاعو وكلمناه حتى مع الكاتب العام حبيناه يتدخل ما نجمناش نتحصلوا عليهم باش ما تكونش معناتها فقدت موقفك. نرجع لك محمد علي نقول لك اللي معناتها اولمبيك مدنين معناتها الناس برشا خدمت في اولمبيك مدنين نشكر الاطار الفني معناتها اللي كان معايا وخرج بخروج عفوان الغربي معناتها وليد العطوي مدرب مساعد سعيد ذفارله معد بدني علي القمودي مدرب حراس نشكر الناس الكل حاولنا نجتهدوا حاولنا نوصلوا الفريق لبر الامان سهيل في نهايه الموسم يكون في الرابطه المحترفه الاولى نقول ان شاء الله حظ اوفر اولمبيك مدنين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل ان شاء الله يبقى مازالوا 8 جولات كل شيء جائز في كره القدم ان شاء الله يبقى في الرابطه المحترفه الاولى وان شاء الله عفوان الغربي معناتها يكون مستقبل افضل من هذا بعد نقول هذا طارق تعرف كما يلزم اولمبيك مدنين ومواكب الاجواء من قريب وتعرف الاسرار والكواليس في الفريق. والله هو بمنطق زمان عفوان تو عنده عام بالضبط خل مدنين. صحيح. لعب دي سيزون، ذكر ماتش ستاد تونيزيان 1-1 للريتور في مدنين. ربحنا ستاد تونيزيان هذه أول مرة نقول. أول مرة اولمبيك مدنين ينتصر على الملعب التونسي كان الموسم الفارط. أي لما أنت خذيت أول ماتش 1-1 في الريتور في مدنين. واحد واحد وفي البلاي اوف انتصرنا 1-0 في الذياب انهزمنا 3-0 محمد علي اللي صار مع عفوان غربي ومدنين ما يشبه المعجزه. انا الراجل ما نعرفوش اول مره نتقابله معناتها ظل انترنيت وقتها حمام سوسه سليانه ومساكن صحيح حاجه كمان هيك. انا واحد من الناس كنت نسمع في ليزيكو في مدنين برشا ناس قالوا مجازفه مع احترامي لعفوان كاريره كلاعب كبير وكل شيء كان محمد جلاسي باش يمشي مدرب اولمبيك مدنين في اخر لحظه جاء عفوان الغربي الراجل قلب وجه ليكيب خدم في ظروف تعيسة جدا باش نكونوا واضحين نحترم اولمبيك مدنين واللي هي معناتها جهتي ونحيوا العاطفه تو كل شيء عفوان صناع ايكيب كانت في ظروف صعيبه برشا وصلها بلاي اوف وعمل ماتش تاريخي كونتر مستقبل مرسى بدات التحضيرات نهار 29 جويلي للبطوله السنه ونهار 15 تلعب مع الترجي اللي هز كوبا راب ميزانيه ما بين 300 و400 مليون اللي هي دو سالير معناتها في ايكيب كبيره الماس نتاع السالير ده اللي 15000 دينار ما عندك ما تحكي معناتها كراس الجمهور معناتها في مدنين بالرسمي مع ومحمد سعيد ما السالاريال يعني نتاع الفريق كل 15000 دينار عملوا 12000 دينار سنه تقريبا بون يوصل 40000 دينار ما انا عملوا نعرف كي تحسب 40000 دينار وتسمع ملاعبي 4 اشهر ماهوش خالص 5 اشهر ولا 4 اشهر مش خالصين يعني انا اخو في 200000 نقول اربع انا نعرف الامانه انا خارج اسوار النادي فما كوزينه تاع ما نحكيش فيها هذه حقيقه لا هذه مش احنا تعرف الملاعبي الملاعبي اولمبيك مدنين الجمهور اولمبيك مدنين باش يبدا يعرف كل شيء معناتها الملاعبي عنده 3 اشهر ولا 4 اشهر ما يتحصلش على الراتب نتاعو، ما خذاه حتى منحه فوز من بدايه الموسم، منحه الانتاج الثانيه ما تحصلش عليها، لهنا لازم نعذروا الملاعبيه، اسرتان مومون كي ينهزموا ولا ما يكونش تحضير ذهني كبير للمقابلات، لازم نعطيه حقه، نوفر الظروف للملاعبي والمدرب باش يخدم باش يحقق لك نتائج ايجابيه. هو النورمال فوين كلمه؟ لو الملاعبي مش عنده كابتن يبدا عنده التزامات، عنده كيريدار. بالحق راهو عنده عائله يعيش باش ياكل النيوتريسيون موضوع شتر. كبير هذا يا سهيل يعني خلينا نقعدوا في مش معقول زاد ما تخلصوش ومن بعد مدنين يعني ونقعد معاك يعني الامور تعرف فلوس الامور اليوم اكثر ضبابيه في اولمبيك مدنين البارح الاسعد معمر اللي جابوه بالتعويض
عفوا الغربي مشى باش يدرب وقع طرده من بعض الجماهير اللي كانت حاضره ماهيش موافقه على تعيين الاسعد معمر. اليوم اشرف على تدريبات حسني النجاري المدير الفني. اليوم رجعنا نسمعوا ايضا انه فما اتفاق مع الاسعد معمر باش يرجع ويمكن توا موجود في جلسه مع رئيس الجمعيه في جرجيس. واذا كان فما شكون رافض وكيفاش باش يخدم الاسعد معمر دوامه توا باش يدخل فيها يمكن اولمبيك مدني. هو للامانه راه زاد الهيئه خدمت حسب الظروف الموجوده. مدني ما فيهاش منطقه صناعيه ولا فيها نزل ولا فيها مدعمين، فما خمسه ولا سته عباد يعرفهم عفوان يدعموا جد الفقير وما لديه، معناتها باش يكونوا واضحين. اللي صار ما بين مدني وعفوان ما يشبه المعجزه، ما حبيتوش يشوفها بالطريقه هذه، معناتها اولمبيك مدين صبرت على عفوان وعفوان صبر على الظروف، ملاعبيه زاد ما نخونوهمش وما نحطوهمش في طار ضيق خاطر ظروف خايبه برشا. توا مازال تقريبا 8-9 ماتشوات كانت نجم رجال تتلمد في مدين ودز، معناتها منطقيا كل المنعه تنجم تصير للفريق، معناتها كرويا فريق نجم يكور. وانا راه عفوان نحب نسال سؤال، لو كانت ماركات بينالتي اي منافع كونتر كلوب تصوري تقلب كومبليتمون المسار. كلامك صحيح طارق، يمكن النقطة تعرف المقابلة النادي الافريقي هي المقابلة المتأجلة للجولة التاسعة كم كمرحلة الذهاب. قاعدين نشاهدوا بعضنا في صور من حسب التدريبية المقابلة تاع البارح اللي وقع خلالها طرد الأسعد معمر. شوفوا ساعة في الصور كيفاش أجواء التمارين. والجو سخون برشا في مدني كورة، معناتها باش نحكيو. صحيح هاي مش معقول بصراحة. رجع النقطة المفصلية هي مقابلة النادي الافريقي، معناتها قدمنا مقابلة من افضل المقابلات اللي قدمها اولمبيك مدنين، لكن النتيجه ما تبعش. ضيعنا 77 دقيقه، كنا اقرب للانتصار في اللقاء هذا، قبلنا هدف في دقيقه 87 اثر هفوه دفاعيه نقول اثرت، كنا نجم نكملوا مرحله الاياب 16 نقطه في اريحيه، يمكن وقتها تتبدل برشا معطيات. هذايا انا نقول ضميري مرتاح في اولمبيك مدنين، قدمت اللي نجم نضيف. ان شاء الله يا ربي يوجههم خير. كما كابتن الاسعد معمر اذا كان تتفقوا معاه اليوم كيفاش باش يخدم ويعرف فما الناس رفضته، واذا مش الاسعد معمر شكور. المدرب اللي باش يجي ايضا كيفاش باش يخدم، كيفاش باش ياخذ الفريق في ظل الظروف الصعيبه هذه. انت قلت قبيله دالي سيركل فيسيو دوامه ما عادش يعرفوا لا البدايه ولا النهايه، معناها هذا الكل وهذا هم احرار راهو في القرار نتاعهم. ونشكروا على اللونيتي انتلكتويل نتاعو. مدرب اخر يقول لك لا والله بالتراضي نعرف شنو، قال لك لا قال بارك الله فيك يعطيك الصحه ونعرفه انا معناها اخلاقيا وكذا مش من توا نعرف. والمشكل انه علاقه ممتازه ياسر كيفاش مستقبل توا. جواب لسؤالك، انا في مكان يعني الاسعد بكل احترامي ليه انسحب بنا وجهه وبنا واعي مش ندرب، انا ناس رفضتني وبعد باش نرجع واضح. ما نرجع حجب واضح جدا. لا لا ما عادش على وقت سهيل، فقط في ثانيه عفوا عاودوا اتصلوا بك باش ترجع ولا اي ولا لا؟ ما اتصلش بها حتى حد من الهيئه المديره، لكن جماهير النادي الحقيقه في اتصال يوم يحبوني نرجع. وانا قلتها عفوان الغربي مرحلته مع اولمبيك مدينه انتهت ومرحله جديده لعفوان الغربي ان شاء الله. خلينا نجيب طارق قبل ما نمشيو باش نحكيو على الملعب التونسي والقرارات الاخيره المتخذه في الملعب التونسي. طارق انت صنعت البوز الاسبوع هذا نوعا ما بعد الحوار اللي كنت اجريته الموقع اخر خبر مع منتصر لوحيشي والكلام اللي قاله منتصر. خلينا ساعه نحطوا الموضوع في اطاره، هل صار مونتاج غير وحرف الكلام اللي قاله منتصر في الحوار هذاك ولا مش نرجعوا نشاهدوا الحوار؟ لا انت ادرى الناس اللي مهنيت محمد علي ما تبرق صحيح في مهنيتك ما شكك شيء ربي فضلك. منتصر لوحيش وضح البارح في قناه اخرى معناتها براتيكمون مش مطولوش الموضوع برشا ياخذ حجم كبير. منتصر لوحيش عملنا حوار نحن في اخر خبر تي في 29 جانفي تصوير صحفي، الحوار تنشر نهار 2 فيفري وفي 13 دقيقه حكى فيه في برشا محاور من تجربته كمدير رياضي كانتقاله لتوال انتقاله مستقبل جابس رفضانه المره هذه للرجوع وحكى على مارشون بالجانب الايجابي على كلوب افريكا. الحوار هبط كابتن وامور واضحه تعدى ممكن ينابرسي بصراحه ما عملش معناتها نسبه مشاهده كبيره برشا كما توقعنا نحن ولا حاجه. ثم حوارات اخرى في اخر خبر اعطت نسبه مشاهده اكبر. مرعنا يمكن نهار السبت في الليل تم اقتطاع 40 ثانيه من الحوار تنشر في صفحات فيسبوكيه. 40 ثانيه كما تقالت اما مش لا 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 ما نقص في شيء لا لا حتى منتصر اذا يرى اني انا نقص في كلامه نجم يتفضل. هو وضحها البارح المونتاج هذاك الساعه مش عامله انت ال 40 ثانيه فما لا لا مش انت مانيش ادمين تاع باج انا عملت مونتاج تاع 14 دقيقه لكن الكلام كلام منتصر مش لا لا دقيقه اللي حكى فيها على الخيانه كلامه مسترسل ما تمس في حتى شيء. ومنتصر نجم
يوضح اذا انا غلط وهو شافوا الحوار ونشرته انا معناتها الحوار باش تفاديا لكل تاويل. باش نلخص باختصار، انا سالته قلت له منتصر انت جمهور الفريق يرفضك خاطر مشيت لكلوب افريكا، هل انت ندمت للنجم الساحلي؟ مشيت للنجم الساحلي، هل انت ندمت اللي مشيت لليتوال؟ قال انا هذه مساله شخصيه ونتفادى الخوض فيها، لكن انا هي تجربه فنيه، هبطت سير تيران وخدمت على روحي وبربي باش نوضح حاجه. قال انا راني ما خنتش الجمعيه، ما بعتش وما تخذلتش، وفما ناس في قلت له فانا جمعيه، قال لي في كلوب افريكا باعت وتخاذلت ومشات ورجعت وما زالت تحكم، قلت له موجودين؟ قال لي ما زالت تحكم، وكانوا فما بلاك ليست تدخل في بلاك ليست. معناتها اولا باش يكونوا واضحين، هو حكى راهو للامانه انا عشت الحوار، حكى على انه النادي الافريقي متضرر، مش معناتها شراء ماتشوات ولا حاجه، معناتها لن ينقرب للمنتصر لا النادي الافريقي، هذا للامانه الصحفيه باش اللي عشت الحوار. فما شكون معناتها يقص 40 ثانيه اذا انت ما تسمعش 14 دقيقه اللي حكى فيه كل شيء معناتها الواحد. ثاني حاجه نحب نوضح بلاي هذا موضوع ونسكره. اولا مانيش تابع حتى اجندا اي فريق، انا باش نخدم قبل دربي معناتها الكيب هذه ولا هذه، الحمد لله عندنا من الحياديه والخبره معناتها ما يكفي واحد باش يتفادى المنزلقات هذه. ثاني حاجه سمعت برشا اراء على التايمينغ وما التايمينغ، محمد علي ذا اللي انت ادرى معناتها تعرف صحفي حر وقتاش يهبط الحوار نتاعو، مع اني نعاود نذكر انه الحوار هبط نهار 2 فيفري مش نهار 11 ولا 12 فيفري معناتها، باش نوضح المساله نهائيا معناتها. واضح واضح، يعطيك صحة طارق، هكا تكون الأمور واضحة. باش نمشيو نحكيو على الملعب التونسي والقرارات اللي اتخذتهم إدارة الملعب التونسي، تو نعرفوا علاش وشنو الهدف من القرارات هذيا. شادوا مع إسلام بن صالح، حضرت لنا بعض الصور على القرارات هذيا باش تقراوها قدامكم، باش نحكيو مع أنيس الباجي ساعة، كانت تحط لنا في إطار علاش اتخذتوا القرارات هذيا في التوقيت هذا بالذات أنيس. والله التوقيت جد مناسب باش ناخفوا ونفكروا في المرحله القادمه، لانه تعرف من بعد 4 هزائم يظل لي برشا على الملعب التونسي، 4 هزائم متتاليه، ولو انه كي تنظر المقابلات الاربعه تلقاهم ماهمش مقابلات سهلين، 3 تنقلات مع سي اس اس ومع المستير ومع جرجيس وماتش ديربي مع الكلوب. اي معناتها اربع هزائم حملتوا فيهم المسؤوليه، لانه القرارات لهنا اتخذت في شان الملاعبيه، حملتوا فيهم المسؤوليه للملاعبيه. باهي. اولا القرارات كان شفتهم هم توبيخ للملاعبيه فقط. توبيخ يعني تحسيس للملاعبيه. يعني تحسيس لانه الملاعبيه هذوكم اللي خسروا 4 مقابلات افيك لا مانيير اللي نشاهدوها. القرارات اللي اتخذتوهم قدام شاهدوا فيهم مشاهدين المانيير اللي شفناها، الملاعبيه هما بيدهم اللي قدموا لنا مقابلات من ارقى ما يكون، هما بيدهم الملاعبيه اللي قدموا مقابلات من أسوأ ما يكون. لما تشوف المردود نتاع الملاعبيه قاعد يهتز وقاعد يذبذب لابد انك تقف، لانه النزيف هذا اذا تواصل بشولي قلق برشا. رغم اللي قلت لي 4 مقابلات، 4 مقابلات صعاب ماهمش مقابلات سهلين، لكن ربما كان جاو ايباربيي ما يتحسوش كيما يتحسوا الاربعه على بعضهم. وكي تجي تشوف تلقى الملعب التونسي كان قادر في المقابلات هذه، مش الكل نقوله لكن في اغلبها، باش انه يخرج بنتيجه افضل. سواء مقابله المستير ولا مقابله النادي الافريقي، شفتوا الفوليوم دو جو اللي عامله الملعب التونسي خاصه في الشوط الثاني من النادي الافريقي، ما كانش يستحق الخساره. اليوم وقفنا قلنا للملاعبيه لازم نحسوهم بواجباتهم، نحسوهم بدورهم، نحسوهم بالخطر اللي قاعد جي 4 مقابلات خساره يلزمنا نيقفوا. وقربتوا من منطقه الخطر والفرق المرتبه البراج. المرتبه يعني العاشره الملعب التونسي ب 20 نقطه، راهو المرتبه السادسه عنده 25 نقطه. يعني 5 نقاط. ولذلك عنده مازالوا عندنا مازالوا عندنا عندي سؤال بركة، تو المقياس معناتها نتاع في اللي تاخذوه بعين الاعتبار في التخاذل. لا لا مش سامحني اخويا سهيل، مش تخاذل مكتوبه في القرار. التخاذل لو قلنا في المستقبل كل من سيتخاذل، اش معنى كل من سيتخاذل؟ الانسان اللي ماهوش باش يخدم على روحه في لونترمون كونفينابلومون، اللي باش يراوه في التيران مش قاعد يقدم في المردود اللي مستانس يقدم فيه، لابد انه يراجع نفسه يشوف لي جان دو في نتاعو، لانه الملاعبي مش عايش معايا انا مسبح الليل، راهو يترنى يعني ويروح. حكيتوا مع الاطار الفني قبل هذا طبيعي الاطار الفني مشارك معنا في في الموضوع هذايا، لكن راهو ما نحملش الملاعبيه كل شيء هذايا، نحن نعيشوا جروب، نحن قلنا فقط يلزم الملاعبيه يحسوا، لكن ماهوش كان الملاعبيه راهو نحن جروب اليوم، الملاعبيه اليوم دخلوا في تربص من البارح في سوسه الى يوم المباراه. اوتيل ومصاريف ربي يعلم بظروف الجمعيه ورئيس النادي اللي ليلا نهارا تضحيات ما نجمش افسر، تنجم تسال عليها وتشوفها وتعرفها كصحفي. اليوم كل شيء نحاولوا نوفروه، صحيح
نرجع ونقول اللي راهو ازمه ماديه تقريبا كل الفرق تعيش ازمه ماديه اليوم، ماهوش استثناء ملعب تونسي ولا اولمبيك مدين، يعني النظام يدخل فيكم الشك انيس في الملعب التونسي بدا يدق ناقوس الاخطر، خليكم تتخذوا هالقرار هذا. شوف نحب نقول لك بكل امانه ما نجمش نقول مسؤول في جمعيه اسمها ملعب التونسي يدخل فيه الشك، لا انا عملي قلت له ما نشكش بكل تواضع راه لاني مش قوه مسير، قوه ليفيكتيف اللي نعرفه، ثقتي في ليفيكتيف حتى بسؤال الفنيين، ليفيكتيف اللي عند الملعب التونسي ماهوش افكتيف يثير القلق على مصير جمعيه تنجم تخاف من الموضوع اللي نجم يتبدل الذهن، ليه؟ نحن بالليفكتيف هذا ولو اني مانيش فني لكن كل الفنيين يقول لك الرصيد البشري نتاع الملعب التونسي، الكاليتي نتاع جوري نتاع الملعب التونسي تخول له باش يكون القدام ماهوش نتاع مرتبع 10. فهذا علاش نقول للاعبيه ذوما رانا نعرفوكم نجموا تعطيه خير. تعرفوهم زاد هنا كي توجه لهم الناس الكل الانذار هذا، تحطهم الناس الكل الفرد شكاره كيما اللي قاعد يقدم في مردود كبير، كيما اللي ماهوش قاعد يقدم في مردود، فما شكون ينجم يتمس من الملاعبيه كابتن. حياه الفريق في موسم تتعدى بديكورب، تعدى بديكورب سينيو سويدان، اتونسيون نجم تكون خمسه سته فورما تحذر وتغير. في العام حملهم ست ديفيت كونسيكوتيف وخليناه معين، وبعدين شونا ريبري، وبعدين شونا ديمي فينال. دونك ال 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 الزاد البشري تاع فريق يتكون من لاعبين مدرب واداره. كي تقول لي احنا عملنا كل شيء وتضحيه، هذاك واجبكم، واجبكم باش توفروا سبل النجاح المتاحه، سبل معناها لوتي اليمونتير دو ترافاي. تبقى باش نشوف انذار لكل اللاعبين، هو معناها انا والله سامحني خليني خاطر عندي انشينمون بربي انذار توا، شو باش يزيد شو باش ينقص، باش نجي انذار اللاعبين. هل انتم لقيتوا السبب لقيتوه في والله عندنا جمعيه تنجم تلعب خير من هكا، ولكن تلعبوا في بطوله، تلعبوا قدام منافسين ونجم نحترموا المنافسين، فما كاليتي تاع اليوم تلقاها غدا ما تلقاهاش. كابتن مع عقوبه ماليه ايضا وايقاف عن النشاط مع فريق الاكابر الخميس المعويني، عقوبه ماليه ب 7000 دينار وهذه مفهومه. لا لا هذيك ما تدخلش فيها، هذاك شان داخلي. حتى نشوفوا اللقطه اللي عملها مفهومه وما نجموش نحشوا فيها، بالعكس اجمالا فما اسباب لهذا التراجع، فما اسباب قيمه الفريق. اتونسيون ما نضخموش، بكل احترام الملعب التونسي ما نضخموش قيمه. انا مش نقول لك، انا عندي واخر كلمه مش نقولها، الملعب التونسي كان ماشي الهدف نتاعو الجديد تخلق بعد ماتش النادي الافريقي، هو كان عنده هدف ما نعرف شنو هو، يقول لك لو مانتيان ابري تو سانتونيزيان مش خاطر كانت ديفيزيون 2، ولكن فما اهداف تتخلق وهذا مشكل بالنسبه للمدرب، تتخلق صدفة بعد ماتش الكلوب. بعد ماتش الكلوب صار الغرور وصار الدنيا سقف الطموحات، معناتها كابتن في الملعب سقف الطموحات تتبدل في الملعب التونسي. هل ترى معناها الطموحات تتماشى، خلينا بكل صراحة، وقيمة الفريق معناها والامكانيات المادية والامكانيات اللي حطيتوها، خلينا معناها نقولوا انا والله خلي سانيس يجاوبك كابتن سؤال في معناها سامحني هذه كلمة انذار والتدارك وضد كل ما يتهاون، ما نظنش ملاعبي باش يتهاون باش يحط، وانت قلت كلمة بعد وانا كان قادر باش يخرج بنتيجة أفضل، معناها من الأول فما تهاون وبعد أنتم تحسوا اللي هو قادر، هذه هي سي أنيس معناها. نجم نجاوبك سي، تفضل خويا سي خالد. شوف نحن قراب برشا من المجموعة، أي أنت توا ثقتي في تحليلك واحترامي ليك والاكسبيرونس نتاعك كبيره، لكن ما تنجمش تكون قريب من المجموعه كيفنا نحن. لا لا هذا ماشي. فما كومينيكاسيون كبيره بينه وبين اللاعبين. وفما حمايه كبيره للاعبين. اصلا وحكينا حتى مع الاحباء وقلنا الجروب سوليدير، وانا حتى مع الملاعبيه قلنا لهم راهو الخساره نتحملوها الكل والربح نتحملوه الكل. لكن راهو المجموعه في وقت من الاوقات لابد انك تفيق. خاطر انا نعرف ولادي، انا نعرف شنو نجم يعطيني الملاعب هذاك وش عطاني الملاعب هذاك. اليوم لما تكثر المقابلات والمردود يقعد هو بيدو فيه شويه شحوبه، لابد ان نسالوا ونقعدوا ونقفوا. نحن علاش بعثناهم لسوسه؟ سوسه نحبوا جوالات تقعد اكثر وقت مع بعضها وتكومينيكي مع بعضها ويتفاهموا الجروب مع بعضهم. حتى لا مدير اليوم رئيس الجمعيه التحق خليهم يرجع خليهم مع بعضهم يدخلوا في تربص، خليه يتفاهموا، لان انت قلت قيمة الفريق، نحن نعرف قيمة الفريق، وأنا نعرف قيمة الرصيد البشري بتاع الفرق الكل قاعد نشوف فيهم ونلعبوا معاهم،
ونعرف شو ولدنا ايش عندنا. يعني تغير الطموحات سناء مقارنة بالطموحات والأهداف اللي رسمتوها أول الموسم، تغيرت الطموحات بعد نتائج الإيجابية اللي صارت من الأول في مرحلة الذهاب، تغير سقف الطموحات ولا هو بكل أمانة ما تغيرش بالنتائج، تغير بالانتدابات. خلينا نبدأ واضحين، راهو من الأول جبنا أونترونور وبدينا ننتدبوا. الرصيد البشري اللي عندك من الأول مش هو بيدو وقت اللي تقوم بالانتدابات، كي تقوم بانتدابات معينة في نوعية معينة، ما قلتش باش الشامبيون، مي نعرف على الأقل نعرفوا الملاعبية حتى مع لونتورنير كي نحكيو معاه مع الفنيين، نعرفوا الرصيد البشري وين ينجم يحطنا، وين نجموا نمشيو به. احنا قلنا في شطر التابلو الأولاني، وأنا كل كلمة ديما نقولها، شطر التابلو الأولاني اللي هو من واحد لسبعة ومن بعد تلقى السبعة الآخرين. ذو اللي قلت اليوم نحن بالأربع خسائر هذوما، أسانك بوا من سيزيام بلاس. عندنا ثمانية ماتشوات فيهم خمسة مقابلات أدوميسيل. وقداش على البراجيست؟ هذا سويس خمسة نقاط، خمسة نقاط اتحاد بن قردين في جمواسة، عندكم التدارك زوز مباريات في باردو، عندكم زوز مباريات في باردو، هذوكم هما الانطلاق اتحاد بن قردين وأولمبيك ميكين. شوف مقابلات ساوش مازالت 24 نقطة محتملة. شوف ال 24 نقطة خلينا نبدأ واضحين، رانا نعرفوا قيمة الجامعات اللي نبولها وما نستسهلوا حتى مقابلة، لكن كذلك ما نصعبوا حتى مقابله، لا على اذهان اللاعبين ولا على اذهاننا. بليش يا انيس عندي جواب الاخراني وسامحني وان شاء الله قريب معناها بسرعه كابتن بسرعه. هي نتائج معناها انتم وهذا قراركم وهذا شانكم واموركم الداخليه، ما حد ما يدخل فيها، قررتوا اقاله المدرب خاطر النتائج ما مشاتش مع كما انت قلت الانتدابات وقيمه الفريق. اقاله المدرب والمدرب الجديد معناها كي نجي نشوف انا النتائج هي دونك الاشكال ليس في المدرب ولكن في الفريق. هذا هو السؤال. خالد راه فماش قاد مدرب، سامحني ما احتاج ما نعرفش انا والله ما نعرفش، فماش قاد مدرب وجاوزين الموضوع، راه المدرب استقال اقالته وخرج وطلب باش خلي طارق وجابوا معنا ما يتعرف. خويا انيس سامحني حاب نسالك بصريح العباره، قلت في كلامك مش هذا الرضمون اللي ربحوا به ومش هذا اللي خسروا به، تحسوا فما تخاذل ولا لا؟ وباش نسالك سؤال ثاني، خاطر من تلميح فما تلميح لتخاذل، السؤال الثاني شنو ذنب الملاعبيه كيف سيف تقاي نحي كرة على عليني، معناتها شنو يعمل لك ماتش كبير كونتر الترجي كونتر المسير كونتر الكلوب، كيما ربح لك في لالي دو زان كونتر الكلوب الفزاعي، شاد كوره وشد سيف الاكسبلوا اللي تقى. السؤال الثاني، محمد الكوكي في الاحد الرياضي الحصه اللي فاتت قال انه فما سلايرات خالصه، حسبت روحكم كهيئه قبل ما تحاسبوا الملاعبيه ولا لا؟ وشنو صحه الكلام نتاعو؟ نرجع لك الاولاني ما قلتش تخاذل، لمحت لا ما لا مش لمحت، فماني قاعد بحذاك نجم نقولها صراحه ترى ما نقولهاش، قلت اللي مش مردود هذاك، لا ماهوش المردود، يعني نجم نعرف انا عندنا ثقه في الملاعبيه نتاعنا اللي نجم نعطيهم خير وموجوده في انت حتى كي يقرا التلميذ يجيب بلتا يقولوا بو ميو فيغ، شنو معناه؟ مش معناه راه فما تخاذل، انا نعرف النجم نتيري من الملاعبيه هذيك خير من هكا، لكن رانا قراب برشا من الملاعبيه وراي العلاقه هما تنجموا تسالوا الملاعبيه نتاعي انا كنت شوفرت لهم. اما انا سمعت كلمه قبيلي من خالصين هما في الاجور نتاعهم ولا كلمه محمد الكوكي سي انيس؟ كلمه محمد الكوكي مع احترامي لي انا باش نقول لك كلمه نحن كهيئه. اي انا شقلت قبيله؟ قلت الملاعب التونسي يمر بازمه ماديه كما برشا فرق، ما خبيناش الحقيقه، لكن الملاعبيه المردود اللي قدموه وربحوا بها طراح كيف كيف راه الوضعيه ديما فما مشاكل ماديه، معناها المشاكل الماديه كانت موجوده ديما. الملعب التونسي راهو تو باش نحلوا الموضوع، ما نحبش نحلوا خاطر ما عندناش برشا وقت، هو مدلل الملاعبيه ملعب نقول لك لا مش مدلل، عملوا 80 مليون صحيحه شفر في الشهر، اغزل لي هذوما ارقام ارقام نجم وقتها نرجعوا للكونتابيليتي نتاعنا ولا نحكيو فيهم، اما ايش نقول لك؟ نقول لك حاجه واضحه، راهو الملعب التونسي كفريق اليوم مقارنه بفرق اخرى داخل الجمهوريه ولا حتى لهنا راهو لا عنده شريك لا عنده مؤسسات حكوميه تعاون فيه، لا ما ندخلوش في امور اخرى، ملعب التونسي فما رئيس جمعيه يقوم سبيع اسمه يجيب الفلوس، ومع هذا اليوم الحمد لله لا تسمع جرافيت لا تسمع الحمد لله، لو انه سيد محمد كوكي ما قاش ربما ما تسمعش به، لكن فما ازمه ماديه صحيح، لكن علاقتنا بالملاعبيه علاقه ثقه قراب ومتفاهمين، وحتى الكلام انذار لكن كي نحكيو كومونيكيو مع الملاعبيه اليوم هزيناهم من سوسه في تربس وحكينا معاهم وحكينا معاهم علاش كبرتوها حد رياضي انيس؟ لا شوف سمعت سي عفوا ايش قال قبيله؟ خدم في عائله قال لك ويزين تيرن، شوف محمد الكوكي كان اقلناه ويجي يقول والله معقول، اما ذا استقال وحده، خدمت في عائله
لا فما حق نفذ المعلومه زاد الجمهور يا شوف نفذ المعلومه نحن كل خلي سهيل وبعد عفوان وخلي انيس يجاوب فرد مره معناتها انا وليت نهز صبعي يا ريت نشارك وليت تلميذ نجيب ايش قال لك فيا كابتن مشارك ولا قاعد نص قاعد وسكت مخبيل انا مش على حاجه هو كي قال كلامه من الاول تعقيب يعني قال اللي حكي قال كلمه اون دو تيتر انتيليجون احنا كي نسمعوا كلمه احنا قال لي جين دو في نتاعو الملاعب البر المشكل رقم واحد بالحق خاطر تخاذل كلمه كبيره فماش واحد يهبط الماتش ما يجمش ولا ما يعملش كل خطوه الاخرى ولا اما اسكي لي بخي على لو فير ولا دونك اليوم فهمت انا اللي معناتها هذايا علاش الوقت اللي صارت فيه معناتها يعني مطالبه من الملاعبين ومفتيتهم الخاصه يزيدوا يحملوهم مسؤوليتهم هذايا اللي تقصدوه هو حبوا يحملوهم مسؤوليتهم حطوهم قدام الامر الواقع والوقت اللي صارت فيه البيت هو عنده الحق حسب لي ريكريتمون نتاعو اللي عملهم وحسب تطلعاته وحسب راه زاد فيكتوار كونت الكلوب افريكان في رادس من حقه وباش يتغير طموحه ويقول انا نجم جو بو مو كلاسي ميو اي تو لكن اليوم معناتها اني ساي خلي جاوبك شو سؤالي ليه اللي حضرته مازال دقيقه سهيل مازال دقيقه مالا خليه مالا هو يكمل اكزاكتومون خليه هو يكمل مالا شوف توا جاوبوا كلمه حاجه باش تفهموها انتم معناها عندنا ملاعبية رجال هذا ديما نقولوا هما الملاعبية يعرفوه يعني وانا ديما دافع عليهم لا 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 ملاعبية نتاعنا لانه فما علاقة ثقة بيننا وبينهم وفما امور يعني نفهموها نحن وياهم مع بعضنا الملاعبية نتاعنا عندنا ثقة فيهم مشاو في تربص اليوم وحكينا معاهم وقالوا وعدونا انه باش يعملوا رياكسيون لانه تعرف اربع خسائر على بعضهم يخلقوا تحب ولا تكره اكسيون دامور بروبر اكيد هذوما الملاعبيه قلت لك علاقتنا قريبه برشا لازم تسال الملاعبيه يقولوا لك الكلام هذايا علاقه نتاع اخوه علاقه نتاع صديق علاقه نتاع كل شيء لكن رانا هيئه مديره رانا مسؤولين رانا جمهور وعندنا التزامات لابد ان نفيقوا وقت لازمنا نفيقوا ونقوموا بدورنا كذلك واضح حنيس يعطيك الصحة بالتوفيق للملعب التونسي الفريق الكبير والعريق ان شاء الله نتائج الملعب التونسي تتحقق شكرا عفوان حسن سعيد لك وباقي مسيره موفقه سهيل ايضا طارق مشكور جدا كابتن خالد حسني مشكور جدا مشكورين ايضا مشاهدينا الكرام المتابعه سبحان الله خير Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.